اللي بيتسرب ده بالزبط. هو اللي جاي يعني انت ركزي في اللي انت اللي انت مذاكراها في كتول الاشهر اللي فاتت ده انت ركزي فيه وربنا هيقف معاكي وادام انت نيتك من جواكي ان انت هتركزي كده. لكن على فكره اللي ممكن واحد ينزل بدماغه يروح مبوظ الدنيا خالص. وعلى فكره الحاجات دي بتشتتهم بالظبط بتخليهم حتى ينسوا اللي هم مذاكرينه. فانا اكتر حاجه برا والله اصحابها بيقول لها ما تسمعيش كذا اقول لها ايه وين هتتشتتي. انا بنتي سايبه تليفونها معايا ومستحيل حتى ما بتذاكرش عليه. لما بتعرفوا ان الامتحانات اتسربت او بتشوفوا في الاخبار ما بيشغلناش بس انا عن نفسي بتضايق ان حرام ان حد يتساوى اللي مذاكر باللي مش مذاكر وبتحاسب في اللي عمل كده بصراحه. ده مش مساعده ده اطلاقا مش مساعده ده تشتيت للعيال وبيخلوهم ما يعتمدوش على نفسهم ولا على اللي ذاكروا. لا ممكن عارف اللي هو بقى الاولاد كمان بيعملوا حاجه خلاص بقى طب يعني مثلا يحصل لهم حاجه زي فصل في المخ وكده خلاص انا هنسى وهركز مع يعني ده يعني صاحبه دي الفتره اللي هيركزوها ان هم امتحان هينزل جايه بتقول لي يا ماما انا بتقول لي ما تذاكريش ده لا طبعا والفتره اللي هيركزوا عشان يجيبوا التسريب ده زي طب ما تركزوا في اللي انتوا كنتوا مذاكرينه ترجعوه في المخ طبعا. قلنا بقى دعوة لبنت حضرتك الجميلة كده بقول لها دايما ربنا يجعل